من جديد على قناة حنابعل، نعود بعد الفاصل لمواصلة الحديث في برنامج بلا مجاملة في سهرة الأحد. تحدثنا عن رأس السنة الميلادية وعن عديد المواضيع الأخرى. هو نجم بكل المقاييس، يحظى بشعبية كبرى لدى الجنس اللطيف. هناك من يتذكر النجم العربي الراحل أحمد زكي عندما يشاهده، هناك من يتذكر دوره المتميز من خلال مسلسل نجوم الليل على قناة حنابعل. أهلا وسهلا ومرحبا في بلاتوات قناة حنابعل وفي برنامج بلا مجاملة مع زاك شهيرة معز القديري. مرحبا بك زاك، شرفنا بالحضور زاك. اليوم لا يا سيدي، كل عام تحيا بخير. كل عام تحيا بخير. كل عام تحيا بخير. إلزام الحضور معز القديري معنا في برنامج بلا مجاملة مع عيد ميلاده. كل عام تحيا بخير، مرحبا بك. مرحبا بك. ان شاء الله كل عام تحيا بخير. مفاجأة هايلة. مفاجأة هايلة. ما كانتش على بالي. اوكي سيدي، بحذاك الماء وكل عام تحيا بخير. ومغمض على الجاتو. اي خاطر نستنى. نورمال، ما هو يجيب لنا كادويت. هو ناسي عيد ميلاده. والله انا كما قال لك ناسي اليوم. مرتك معاك و الخطيبة معاك. اي التقديم اللي عملته باهي بالحق، مش نتحاسب عليه. نسلموا على الانسه الفاضله مثالي هذاك تقديمي. وهذيك حقيقه الامور في الشارع التونسي، يحظى بشعبيه كبيره مش كيما شعبيه وليد زرع ان شاء الله يوصلها. مرحبا بك سي معز. حلوه الصحه لاباس. صافا سيدي معز، الصحه لاباس. يعطيك الصحه سيدي. كل عام وانتم حي بخير قبل كل شيء، وان شاء الله الشعب التونسي كامل بخير، وان شاء الله 2013 يكون خير برشا من العام اللي تعدى. نجاح وتالق معز القديري من خلال مسلسل نجوم الليل على قناه حنابعل جعل شق كبير من الراي العام التونسي والمتابعين ياملون في مشاهدته في اعمال دراميه سينمائيه اخرى. يبدو انه حول وجهته الى المسرح. نشاهد عرض ستاند باي ثم نعود مع معز القديري. تفضل. شنو اللي عندك ستاند باي؟ كل شيء، كل شيء الى نيات ما يخالف ذلك. حتى شيء ما تحرك، كل شيء اون ستاند باي. احنا اون ستاند باي، البلاد ستاند باي. الاقتصاد، الاجتماع، لا سياسه، لا حتى شيء. احنا بطبيعتنا كممثلين مازلنا ستاند باي. كراكوز، برشا كراكوز، برشا كراكوز معنا. سواء كان من المواطن ولا من المعارضه ولا من الحكومه ولا كراكوز برشا معنا. ما تعرفش شنو هي فما غدوه، ما تعرفش شكون باش يحكم، ما تعرفش شنو باش يصير، ما تعرفش اسكو حقوقك باش تحفظ ولا لا، ما تعرفش شنو باش ينجم يصير. كل شيء اون ستاند باي، اون ايتا دالارت. في انتظار المجهول، في انتظار اللي باش يجي. ينجم من غدوه يشد العسكر، ينجم من غدوه ما نعرفش يتنحل الرئيس هذا، ينجم يرجع بناء، ما تعرفش. احنا في نجم غدوة تكون قاعد شد الحبس اكزامبل. نجم غدوة نموت مثلا، نجم غدوة نشد الحبس باي بوسيبل. وبعده تعمل اضراب جو. اي وبعده ما نعرفش ان شاء الله تو يخفوا معي عائلتي ان شاء الله. وبعده تفك الاضراب. بعده نفك الاضراب، وبعده ان شاء الله نخرج. انتم يظهر لي ستاند باي قبل ما ستاند باي البلاد. لا احنا ستاند باينا بعد الثوره. دونك مع حال البلاد بالضبط معنا. الميزانيه بتاع الثقافه 0.38، دونك افهم وحدك. الميزانيه بتاع الثقافه اللي خصصوها للثقافه 0.38، معناها تنجم الجمعه الجايه يقول لك ما عادش ثم تمثيل، ما عادش ثم ممثل، وما عادش حاجه اسمها مسرح. حتى الاساتذه بتاع المسرح تولوا يقروهم حاجه اخرى، يقول لهم امشي شد قيم عام ولا شد مدير ولا شد نومبورت كوا معنا. هذاك يقصد تثقفوا فقراء يغنيكم الله. هكاك قلتها انت. فما صنع عند الكزار ما تبدلتش، يعني تاخذ اسامي من التلفزه تقول نستغلهم مسرحيا، كان مشاو او نمشاو، سينو نعتبرهم مؤقتين كما قلتوا في المسرحيه ونبدلوا ونغيروا ونخليوا اسم المسرحيه هو بيدو ستاند باي. نعطيك ساعه علاش عنوان مؤقت باش نحيوا اللبس معناتها نتاع المؤقتين نتاعك انت، اللي هي خاطر احنا كي بدينا سميناها ستاند باي على انها جوست حاطينها اون توك ستاند باي حتى نلقاو عنوان مخير.
فهمتني؟ دونك قعدت قلنا بوركو با تقعد هكاك كيفيك هو هي لو مو ستاند باي وكل شيء في المؤقت، دونك خليوها مالا حتى الاسم مؤقت، نجم عرض جاي نلقاو لها اسم نبدلوها. اي واحد ينجم يمشي حاله شويه في التلفزه كان مشي حاله، هذا بطبيعه ينجم يمشي حاله في المسرح. بون مش اي واحد، خاطر الاولاد من المسرح جايين، معناها اولاد لساد هما وزوزو وجايين من المسرح وخذوا بلاصتهم. العباد اللي جات لول مره جات على اساس انها باش تتفرج فينا كيفاش نعملوا احنا في التلفزه، والا السكتشات هذوك ماسك باش نوظفوهم ولا لا سيسا. هذوك ما على جاو، جاو على الاسم، جاو على فيصل الحذيري بس الحمراوي شنو باش يعملوا. الكازار ما عملتش انفستيسمون يصلح. والله المره هذه نشوف يعني اللي هو عمله انفستيسمون يصلح، خاطر بروندر لينيسياتيف توا كلنا مشينا في ديماغش ظاهره اللي هو المنشوك الحكايه هذيك. اوريزمون الكازار توا خذات هي لينيسياتيف باش لانسيت يعني دي كونسيبت باري، يعني حاجه جديده مازال ما عملناهاش. ان شاء الله نجم ننزل على منوال الكازار في حكايه هكا. لاحظنا كون الاعمال المسرحيه ولات خاليه من 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 المتعه، من عامل المتعه، لانه انسان كي يجي المسرح صحيح فما دي ميساج والله صحيح السياسه لكن زاد نحب نضحك، نحب نتفرهد، مش بالضروره الضحك ينجم معناها يتفرهد يحس هكا يدخل يشوف حاجه ينجم يكمل حياته بعد، مش بالضروره يضحك. دونك احنا يمكن الحاجه الجديده اللي قاعدين نبربشوا فيها هكايا كونه من وظيفه الفنان مش التوعيه فقط وانما الترفيه. علاش نقلقوا بوندون الدوري نتاع سبيكتاكل؟ ما قلقتش، ما حسيتش روحي نحب نخرج. دونك ديجا سي تري بيان انه في كونسيبت كيف هكا ميم يخليك تتفرج حتى اخر سبيكتاكل. الميم والبونتوميم بون ما نعرفش، مانيش متخصص، مي جو بونس حاجه جديده وحاجه معناها فغي ديفيرتيسمون. انا عجبني برشا عمل متميز، خاطر النوع هذا ما نشوفوش شي برشا، عمل ساخر ضامر برشا، فيه مجهود معناها بدني خارق العاده، الممثلين يعطيهم الصحه. سي ان هيومور يونيفرسال، معناها واحد شينوازي ولا واحد من تايلاندا ولا من اي بلادي نجم يفهموا السبيكتاكل تاع اليوم. جماعة بداوا من البوان مور، تنصحهم يمشوا لسانكيم ولا يوخروا؟ والله ديجا هما انهم نجموا يتقنوا المسرحيه قدوها، يعني ديجا سي ان اكسبلوا، خاطر حاجه صعيبه باش تخدم لو كونسيبت هذا. فقط لهم بروميير دوزيام تروزيام كاتريام سانكيام وتبارك الله عليهم الزوز. طلعوا بينا للسانكيام وبدلوا هبطوا كاتريام ودوزيام وهزونا العوالم اخرى ياسر كفانتيزي ودنيا سي مانيفيك. بالحق بيرفورمانس خارقه للعاده، عطيهم الصحه وبرافو. Je ferai un homme.
ستاند باي في ثلاثة عروض متتالية بفضاء تياترو 28 29 30 ديسمبر. ستاند باي عمل من إخراج معز القديري وبطولة فيصل الحذيري وبسام الحمراوي. فما إشادة من العمل من خلال وجود عديد الفنانين اللي حضروا عرض ستاند باي وأكدوا على نجاح هذا العرض. فنتحدث عن هذا العرض، هل هو عمل مسرحي بامتياز؟ هل فيه مقومات العمل المسرحي أم يمكن اعتباره أن شو ولا يرقى إلى عمل مسرحي نشوفوه مع معز القديري؟ مرة أخرى مرحبا بك معز، شاهدنا مع بعضنا ستاند باي. فما تهمة ديما نقولوها ديما تلاحق المنجين والمخرجين، وهي استنزاف الناجحين على المستوى التلفزي كما مثلا فيصل الحذيري وبسام الحمراوي بعدين يقدموا في مواقف هزلية ضاحكة. نقول لك فما تهمة موجهة مثلا في العمل هذا موجهة معز القديري اللي بسام وفيصل ناجحين على المستوى التلفزي، انت تستغل هالنجاح هذا وتنقل النجاح هذا للمسرح باش يكون عندهم نجاح جماهيري، هل يمكن اعتبارها تهمة ام امر عادي فيه من الذكاء والفطنة والحدث الشيء الكثير؟ هو ما هيش تهمة، حتى كانها تهمة تهمة باهية، اما هو ما هيش تهمة على خاطر وقت اللي تبدا فما مشروع. انا كي بدينا في المشروع هذا بدينا مع كريم صاحب شركة الكزار الانتاج اللي هي ماهوش أول تعامل معاه، هو التعامل الثالث هذا. نتذكر وقت اللي قال لي اسمعني أنا راني ما نحبش نعمل مشروع. اتفقنا من حيث المبدأ في المشروع اللي باش نخدموه هذا أنه راو ما نعملوش مشروع ويزي من نعملو معناتها بريمير في المسرح البلدي، نعملو تذكرة ب20 ولا 30 دينار، نربحو برشا فلوس والعمل من بعد يعيش عرض ولا عرضين ولا ثلاثة عروض ويقف ما هيش مشكلة. قلنا لا، قلنا سيدي اختياراتنا باش تكون فنية. المشروع تم علاش؟ على أساس أنا نشط فضاء تياترو نخدم في فضاء تياترو مع توفيق الجبالي غادي في الورشات اللي نعملوها غادي. فما عندي عامين بديت نخمم ونقول كان زعما كان النجم ونعملوا مسرحيه بلاش نص ماهيش بدعه. فما الميم والبونتوميم موجود من اول الدنيا، لكن الى اي مدى في شعوبنا احنا العربيه التونسيه اللي متعلقه ياسر بالكلمه والعرب يعني يقول لك انفذوا الى القلب من السهم كلمه عربيه، الى اي مدى تنجم تستغنى على الكلمه وتعوضها بمنطوق اخر بلغه اخرى لغه الجسد لغه الاداره السينوغرافيا. فكانت التجربه كانت من الاول مع في الورشات اللي موجوده في مسرحيات قصيره لا تتجاوز 10 دقائق و 8 دقائق، نجحت التجربه. فقررنا انه نجاوبك على السؤال علاش فيصل وبسام. فيصل وبسام لانه كان عندهم تجربه مسابقه، هي تجربه كيما ستاند باي انهم حاولوا يعملوا عمل مسرحي بصامت. فلقيت خليني نحلم. فالعمل هذا انا ما شاهدتوش لكن عندي برشا معطيات على العمل انه حاولوا يمسوا التجربة من خلال خدمتهم اللي يخدموها يوميا على في برنامج لباس. شفت اللي عندهم امكانيات كبيره ساشون اللي انا نعرفهم كطلبه في المعهد العالي للفن المسرحي. قلنا المشروع اللي نخمم فيه اسكو يتقابل مع مشروعهم؟ قعدنا عند عام التالي قعدت مع الاولاد ندخلوا في مغامره كيما هكا قالوا ندخلوا. فقعدنا وقعدنا عام كامل نشتغلوا على الفكره كيفاش نوصلوا كيف. من بعد بدات الانتاج 4 شهور التالي بدينا في عمليه الاكزيكيسيون. بدينا قلنا راهي مغامره معناتها نربحوا ولا نفشلوا. برشا عباد يقولوا لنا شنو مسرحيه بلاش نص باش تخدموا على الكرملوك باش تخدموا على الميه باش تخدموا على البونتوي. لا باش نخدموا نحاولوا انه نطوعوا الاليات والادوات اللي يتاح لك المسرح اللي هي النص والجسد كنص والإذاعة كنص والموسيقى كنص والممثل جسد الممثل كنص، انه نغيبوا واحد من النصوص هذوما ونتعاملوا مع النصوص الاخرين. وكانت ستاند باي اما مشكله ستاند باي تو الناس اللي حضروا العروض هذوما معز قالك ما شاهدناش مسرحيه، شاهدنا مشاهد متقاطعه، شاهدنا انشو، شاهدنا تركيز كبير على الجسد، ما فماش مقومات العمل المسرحي ولا بناء درامي من قصه وعقده ثم انفراج وما الى ذلك. صحيح الفكره هذه تفرهدوا شيخ ولكن ما شاهدوش مسرحيه شكلا تبان اللي هي احداث متفرقه، لكن مقومات النص المسرحي وسيمت في أدرى بالشيء هذا أنه لا ما أعرفه اللي الخرافة تكون موجودة في ستاند باي. فما خرافة، الخرافة بتاع ستاند باي واضحة، زوج شبان في دار عندهم تلفزة ثلاثية الأبعاد هربين من الواقع نتاعهم اللي هم مسكرين عليه باب البر وعايشين فضاءات خيالية.
ما هم مش مستعرفين بالفضاء الحقيقي اللي هم عايشين فيه، فكل ما يعجبهم فضاء من خلالك الجهاز العجيب اللي هو التلفزة يلبسوا النظارات ثلاثية الأبعاد ونلقاه في موجود، وتتزامن وتتصاعد مع المسرح خرافة وصراع وانفراج وتتصارع الأحداث، ونوصلوا بهم إلى أنهم يوصلوا في مرحلة متقدمة أنهم يفتحوا الباب، وقت يفتحوا الباب نشوف الواقع كما هو بدون رتوش بدون مكياج، ويغيب وقتها توسكي فانتيزيست وتوسكي إبهار، ونشوف الواقع المرير. حبيت لو كانت عدى في الروبورتاج المشهد هذاك اللي هو مشهد الانفجارات والقنابل والخطر والليتا ديرجونس اللي موجودة البرة، ما قلت لي متعديش برشا يا أخي. لو نحكيوا على المشهد هذاك العمل لا فيقرروا فيقرروا أنهم يرجعوا، وبانهزامية كبيرة يقرروا أنه الحل الوحيد أنهم يهربوا نحو التلفزة مرة أخرى في عوالم أخرى، وفي الاخر بكل يرجع للصور المتحركه اللي هي يدور النقاش في البلاتو مع رباعي بلا مجامله. السؤال الاول لهاله الذوادي، تفضل هاله. وانا ماشي الستاند باي ماشي وانا معناها فيصل وسام تلفزيا انا شخصيا ما يعجبونيش، انا نحكي معناها ماشي بمنطق انهم هذوكم الزوز ما يعجبونيش في التلفزه، باش نشوف شنو باش يعملوا في المسرح في الاخر، فهمتني؟ وين نتفرج في المسرحية؟ في وسط المسرحية نبعث ميساج المعز ونقول له حلوة المسرحية وصلني لا بالحق ما وين نتفرج؟ ها انا مش عوايد امبوسيبل نعمل رياكشن، وين نتفرج؟ وين نتفرج؟ قلت يا عندي برشا مريتش مسرح، اول مرة نشوف مسرح من عندي برشا ما شفتوش، وهذا ربما اللي فرحني. المسرحية اللي عملوها ما سهلة حتى طرف، معناها الميم انا ما نفهمش برشا، ما كنتش فيها اكثر مني، ما تقلقتش في المسرحيه، ما قمتش وقعت، ما خرجتش ودخلت، ملي بديت المسرحيه وانا قاعده في نفس البلاصه، جوست خرجت باش نفركس على معز نقول له مزيان المسرحيه فقط. سؤال معناها كان ينجم ربما معز كان حب يستغل النجاح التلفزي بين معاقفين البسام وفيصل، هكا راهو هز السكتشات بتاع التلفزه رميهم في المسرح وعملوا مسرحيه وتيكا تاك وتيكا تيك وجابوا العباد وتصبح على خير وبسلامه وهنا عملت مسرح. معناها ما اختارش معز، ما اختارش ثنيه ربما سهله، كنت لازم تختار ثنيه اسهل، تقول يلا ورايا سوسيتي دو برودكسيون ندخل لها فلوس ونخدم بجماعه وجههم بلوز موا مالوف في التلفزه ويلا ونعاود نعمل سكتشات نمشي بها المسرحيه. معناها سيتي با لوكا، ربما العمل كان الحق مغامره، ما هيش خفيفة الحق مغامرة، رغم أنه مغامرة مغامرة كبيرة، أما فما حاجة هو دافع اللي خليني أنا والمجموعة أن نبحث ونلوجه، اللي هو يقول كنا نعرف اللي بلاد تعدى بأزمة كبيرة، فتقول أنت وين المساهمة متاعك كمثقف كمواطن؟ عندك آليات أنك تساهم، أما كمثقف أو مش مثقف، لا داعي أنه حكاية مثقف، كعامل بالحقل الثقافي والحقل المسرحي تحديدا، شنين المساهمة بتاعك؟ أنك تعمل الشيء اللي تنجم تعمله، أنك تقدم، أنك تحاول تبحث. قلنا احنا تفرضت علينا توجدنا توا، وهذا كنت مره ونعاودها، اللي هو شرف كبير اللي احنا جينا في مرحله انتقاليه لبلادنا اللي لازمنا نتحمل مسؤولياتنا، خاطر توا احنا نتحمل مسؤولياتنا. قبل حلينا عينينا لقينا ناس اخرين متحملين مسؤولياتهم ثقافيا، لقينا فاضل الجعايبي، توفيق الجبالي، محمد دريس، قنون، ثقافيا متحملين المسؤوليه وبارك الله فيهم، وانجوا اعمال وتربينا عليهم وتلمذنا عليهم. انا قبل كنت باش نتفرج في المسرحيه لتوفيق الجبالي والفضل الجعايبي ونقول ماشي نقرا في دروسي، نعاود اربع سته سبع مرات، اليوم نركز مع الاذاعه، غدوه نركز مع الممثل، بعد غدوه نركز مع النص، نقرا دروسي ونروح، ماشي نمشي نتفرج. كل طالب ما حد لاعب في المسرح. توا جينا في فتره اللي لقينا احنا بديناها بهابي بيرثداي تو يو 35، تلقى روحك كبرنا، نتذكر روحي 25 سنه 10 سنين توا ممارسه مسرحيه، وتلقى روحك مسؤول على فتره انتقاليه ثقافيا، خليني في ثقافيا، ثقافيا مرحله انتقاليه هامه، يا تتاسس فيها المسرح ما بعد الثوره، يا تلقى روحك تعاود تصيخ في خطاب جاي من الستينات ومن السبعينات. فجات المغامره، قلنا اذا نغامروا، ما عندنا ما نخسروا، علاش باش نخسروا اكثر من اللي احنا خسرناه؟ فما حتى مشكله، نخسروا فلوس، نخسروا عباد يسبونا يضربونا بالطماطم، طلع عاودوا تجربه اخرى. خدمت ببسام اكثر من فيصل في المسرحيه؟ ابدا لا لا، الممثل يدافع عن نفسه في الركعه، انا ممثل قبل ما نكون مخرج، وما تنجمش مخرج يخدم ممثل، يخدم معاه تو دابور، ثانيا انه الممثل يدافع على نفسه، الممثل اذا حب المشروع ما عادش
اليوم توا فما عرض الوقت هذا وانا بعداك وانا متهني العرض على خاطر ريت اللي ما عادش مربوطه بمعزل كتير بحضوره او بغيابه ولات مشروع حاملينه ستاف كامل من اصحابنا صبري عطروس في الاضاءه ميش في البونسون كريم في الانتاج وكامل الفريق انا شد الثنيه العرض نتاعي مازال مش شدش الثنيه وراه فريق يدافع على مشروع ماش ندافع على ستاند باي كمسرحيه منعزله ورينا ستاند باي بالنسبه لنا مشروع مشروع كامل